كل الحكاية ومستني لا تبعت لي الفلوس. هبعتها لك، ما تقلقش من الموضوع ده، خلصان. هو اللي يمسك يروح. انت حمار يا عم، ما شايف شيء. روح يا عم قول انا سهران. قلت لك غور يا عم، قلت لك غور. سيب داي في حاجة ولا مش؟ لا 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 مفيش حاجة. تمام يا جماعة. اقعد اقعد. ايه اللي انت عملته ده يا اخي؟ انت مش شايف ايده بتتهز؟ تاخد في نفس الوقت الناس كلها اتفرجت علينا. وانا اعمل له يعني؟ اسيبك وابقى عليه الناس قتله؟ انت اللي فيك ده مش هتبطل. وبأمانة لو جيتش حابب القعدة معاك وسايبها لك وماشي. خد يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. لو سمحت عزيزي انت التاني مش كفايه انت عملته؟ نسيت تليفونك. سامحني انا عندي تعب في اعصابي. سامحني. معلش يا اخويا حقك علي، حقك علي. انا انت بس انا كل الاجال انت بص شايف المي ينفع اطلع قدام الناس كده؟ حقك علي ما تزعلش من وادي دماغك.